الحمد لله كل مره بايدي على قلبي لا يقول وش وحش، بس الحمد لله كل مره بروح الحمد لله بنكسب. عندي فيلم في مصر ناجح ومكسر الدنيا وسايبه والله وجاي ورا الاهلي، لان في ناس كتير برضو كانت بتقعد تقول ان انا ممكن، حبيبي تسلم، ان انا ممكن ده يكون شو او حاجه، بس يعني انا اهو عندي فيلم ناجح ومكسر الدنيا، وبرضو انا موجود جنب النادي الاهلي باذن الله. الدوري بتاعنا برضو باذن الله، كاس مصر بتاعنا سيماني، والحقيقه مجهوده الكبير مع اللاعبين ومع الفريق، والراجل كل صغيره وكبيره، ويمكن الراجل قال كلمتين، قال ادوني وقت عشان اقدر اخد النادي الاهلي في حته تانية. شايف موسيماني مع النادي الاهلي ازاي فتره؟ انا شايف ان الراجل الانتقادات اللي بتتوجه له ده طبيعي، ان بقى كل واحد عنده يعني عنده سلبيات، بس انت حجم سلبياتك قد ايه؟ الراجل جايب علامه كامله، يعني كل البطولات اللي شارك فيها كسبانها كلها، كل الماتشات الكبيره بيديرها بشكل كويس جدا. لا موسيماني مدرب هايل، اعتقد ان لسه عنده كتير كمان، فرقه فريق يعني فريق شاب كله اعمارهم صغيره، اللي حققناه ده يمكن سنتين ورا بعض اللي عمله، بس كان جيل تريكه وبركات وعماد، واعتقد ان هم عملوه في سن اصغر كمان، ولسه يعني بعد الثقه اللي خدوها في كاس افريقيا اللي فات، كاس افريقيا ده اتفرج على الجيل ده رايح فين. موسيماني مدرب كبير، مش عايزين احنا يعني كنادي الاهلي ما بنسمعش قوي، احنا بنشتغل واحنا ساكتين، فان شاء الله خير، وان شاء الله كاس عالم الانديه نعمل حاجه احلى. يا تيتو ده حبيبي، والله حبيبي وراجل، والله حبيبي وبنتواصل على طول، حبيبي حبيبي، مبروك يا حبيبي يا تيتو، مبروك، ماشي هاجي لك. تقول لكل جمهور النادي الاهلي بقى اللي دعم وساند، ويمكن قلب رجل واحد كالعاده جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي يعني احنا دايما بنتعلم منه والله، يعني دايما بنتعلم منه، اي انتقادات للنادي بتلاقيه واقف في ظهره، مفيش لعيب بيمشي وانت بتهاجم اداره او بتقول ليه، او احنا بنشجع النادي الاهلي بنشجع الشعار ما بنشجعش لعيبه. حصل تغييرات كتير والناس خافت، خمس لعيبه كبار جدا مشوا، احترامي الكامل ليهم، وفي منهم كتير اصحابي، لكن النادي الاهلي ما بيتاثرش، جمهور الاهلي هو الاهم، لان انت لو جمهورك بيمشي ورا مين مشي ولعيب كبير ومش كان زماننا، لا احنا ما بنبصش لده خالص، جمهور الاهلي جمهور كبير، بشكرهم على المسانده، بشكرهم على مسانده مجلس الاداره، مجلس محترم، يعني انا فخور ان انا اهلاوي وبحمد ربنا ان انا اهلاوي.